كشفت شركة دوج الأمريكية عن نيتها طرح إصدار محدود من شاحنتها الفاخرة رام تحت اسم رام لارم، وذلك ضمن فعاليات الدورة المقبلة من معرض شيكاغو للسيارات. وتتميز تلك النسخة المحدودة بمصدات من الكروم إلى جانب إطارات قوية من الألومنيوم المصقول قياس 17 بوصة أو 20 طبقا للفئة. أما المقصورة الداخلية فقد صنعت بجودة أعلى وزودت بمقاعد جلدية فاخرة وعجلة قيادة مغطاة بالجلد الفاخر، بالإضافة إلى لوحة الإعدادات المتطورة. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.arabmotors.tv.